بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية مبادرة بمسمى أمان، بحيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وعي الجمهور بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19. تستمر المبادرة لمدة شهر بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بمشاركة 50 متطوع ومتطوعة. تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، ويتم تعريف الجمهور بآلية الوقاية من كوفيد-19، بحيث أن ينتشر الفريق التطوعي في كافة المرافق الحيوية في مدينة كلباء، ويتم تعريفهم بآلية الوقاية من المرض وتشجيعهم على أخذ اللقاح